صرح مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأنه بناء على تعليمات الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام بشأن تعزيز إجراءات العدالة الجنائية وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي، فقد تم وضع برنامج زمني يستهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق من خلال تحديد قانوني وموضوعي للمحكوم عليهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق ذلك القانون، وبما يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك في إطار من الحرص على التحديث المستمر لقوائم المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط تطبيق ذلك القانون، وبما يلبي التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد بالتوسع في تطبيق أحكامه بما يراعي ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لذلك.